سورة النحل آية 120، آية 120 سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. إن إبراهام كان أمة، قراءة هشام عن ابن عامر الشامي، يقول إبراهام، وباقي القراء إن إبراهيم. كان أمة يعني يؤتم به، فهو إني جعلك للناس إماما، فكل من كان إماما يبقى أمة، يعني يأتم خلفه الناس. قانتا لله يعني مديما لطاعة الله، منيبا إليه، قائما على ذلك مدة عمره. حنيفا يعني مائلا عن كل باطل إلى الحق، فالحنيف هو المائل، يعني مال عن كل باطل إلى الحق. ولم يك من المشركين. يلا يا سيدي. فاكر لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. شاكرا لأنعمه، وورش إراها شاكرا لأنعمه بترقيق الراء، شاكرا، باقي القراء بتفخيم الراء، شاكرا لأنعمه. وأنعمه جمع نعمة، أنعم جمع نعمة، فالنعمة تجمع على نعم وعلى أنعم. شاكرا لأنعمه، وشكر النعمة أن تستعملها في طاعة الله وأن تأخذها من الحلال، أدي شكر النعمة. مش شكر النعمة أنك تقول الحمد لله وأنت بتاكل حرام، تبقى بتشكر النعمة، أو تشكر النعمة تقول الحمد لله وبعدين بعد كده بعد ما تاخد النعمة تروح مستعملها في طاعة مولاك في معصية الله، ما ينفعش، ده مش شكر نعمة. يبقى شكر النعمة أن تأخذها من حلال وأن تنفقها في الطاعة، سواء كانت عافية أو علم أو مال أو نصيحة أو أي شيء. يبقى شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. الاجتباء اللي هي بمعنى النبوة والرسالة، وهداه إلى صراط مستقيم ليؤتم خلفه بهذا الصراط المستقيم، وهو الطريق القويم. الصراط المستقيم هو الطريق القويم، وهو كل ما أراده الله من عباده. يلا يا سيدي. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وآتيناه في الدنيا حسنة، وحسنة الدنيا أن جعل الأنبياء من سلالته وذريته، وبارك في عمره وتقبل دعوته وأعانه على ما اختبره فيه وابتلاه به. فحسنة الدنيا هي طاعة الله والدلالة على عبادة الله، فقضى عمره على ذلك في طاعة الله والدلالة على الحق، هذه حسنة الدنيا. ثم بارك بعد ذلك في ذريته فصار منها الأنبياء. وإنه في الآخرة لمن الصالحين أيضا، وفي الآخرة كذلك. وسيدنا إبراهيم اجتمعت كل أهل الملل على صواب دعوته، ما حدش اختلف فيه، لا اليهود اختلفوا فيه ولا النصارى ولا أي ملة، كل ملة تدعي أنها تبع إبراهيم، لأنه هو مقياسه إيه؟ الصواب في كل الملل. سبحان الله، سيدنا إبراهيم ده ربنا جعله على هذه الحال، لم يختلف أحد عليه في أي ملة من الملل، فهو محترم في كل الملل ومتبع في كل الملل، ولكن حوروا دعوته فضلوا ضلالا بعيدا، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بإحياء ملته. فالملة الحقيقية لسيدنا إبراهيم هي ملة الإسلام، هو سماكم المسلمين من قبل،
ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. يبقى وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع. يلا. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هنا برضو هشام حيقول إبراهيم، هشام عن ابن عامر حيقول إبراهيم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وباقي القراء إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يبقى أوحى الله لنبيه أن يحيي ملة إبراهيم بعدما اندثرت وبعدما التصق بها كثير من الباطل ومن الخرافات، فأحيا النبي ملة أبيه إبراهيم. أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا يعني مائلا عن كل زيغ وعن كل باطل. فالحنيف هو المائل، المائل عن الباطل إلى الحق. وما كان من المشركين سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. تفضل يا سيدي. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. إنما جعل السبت عقوبة على الذين اختلفوا فيه. يبقى السبت جعل عقوبة، عاقبهم. لماذا؟ لأن سيدنا موسى أمرهم أن يتخذوا يوم الجمعة عيدا، فاقترحوا عليه أن يتخذوا السبت. قالوا لأن السبت كان قد انتهى الله من خلق الخلائق، فإحنا نفضل أننا ناخد يوم السبت. يعدلوا على نبيهم، يقول لهم اتخذوا يوم الجمعة عيد، يقولوا لا إحنا ممكن السبت أحسن. فاتخذوا السبت فعاقبهم به، قال لهم ما دام انتوا اخترتم بقى فلا بيع ولا شراء ولا اي شيء تعملوا يوم السبت. فعاقبهم وتركوا الحق الى الباطل لانهم ساروا على هواه. ثم جاءت النصارى من بعدهم واختاروا الاحد بدلا من الجمعه. ثم جاء النبي فدل امته على مراد الله، فكنا نحن بالرغم أننا المتأخرين إلا أننا السابقين، فنحن الجمعة لنا عيد سبقناهم كلهم بالرغم من تأخر ظهورنا، فما أخرنا إلا ليقدمنا، وعشان كده هدانا لما اختلف فيه من الحق بإذن. فجم النصارى خدوا يوم الحد، قالوا لأن الحد ده بداية الخلق فهو الأولى. كل واحد بيفكر بمخه، النبي يقول لهم خدوا كذا، يقول له بس كان الأولى ناخد يوم الحد عشان الحد ده ربنا بدأ فيه الخلق. والله لا يبدأ شيء إلا في يوم معظم، فلازم نعظم يوم بدء الخلق. ده مخ النصارى. ومخ اليهود قالوا لا، احنا نحتفل باليوم اللي انتهى فيه الله من الخلق، فهمت؟ فنحتفل بيوم السبت. يبقى لما تقيس مع النص تضل. نبي يقول لك اعمل كذا، قول له حاضر، ولا تعدل؟ لأن العقل جاء ليفهم النص لا ليعدل النص. وظيفة العقل ايه؟ انك تفهم النص الالهي او النبوي لا لتعدله او تعترض عليه، فاهم؟ اليهود والنصارى استعملوا عقلهم، بقوا مفكر، مفكر يهودي ومفكر مسيحي، وفي برضه مفكر اسلامي، والكل يعترض على النصوص، فاهم؟ اللي يقعد يفكر ده، واخد بالك؟ اللي يفكر في النص حتى يعترض عليه يبقى ده هو ده الضلال، اللي يفكر في النص ليفهمه هو ده الفقه. يبقى العقل جاء ليفهم النص لا ليعترض على النص او يعدل النص. عشان كده ربنا بيقول انما جعل السبت عقوبة على الذين اختلفوا فيه، وان ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فربنا هيبين الحق يوم القيامة. كنتوا بتقولوا على سيدنا محمد ده ليس بنبي، اهو نبيه. كنتوا بتقولوا ان يوم السبت اولى من الجمعه، لا الجمعه هو اول. كنتوا بتقولوا كذا وكذا، لا الاولى كذا. فيحكم في الامور الخلافيه بين الخلق. اتفضل يا سيدي.
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. نعم، ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الحكمة والموعظة الحسنة هي دي الدعوة، وهذه الآية ليست بمنسوخة إلا مع المعتدي. الذي يعتدي يبقى ما فيش معاه لا حكمة ولا موعظة حسنة، في بقى قتال. لكن غير معتدي يبقى بالحكمة والموعظة الحسنة. ليس أمامنا مع غير المعتدي إلا الحكمة والموعظة الحسنة والصبر. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا تتعصب على أحد، لأنه لو أراد له الهداية يهديه من أقرب طريق، ولو لم يرد له الهداية لو جئت له بكل آية لا يؤمن. فلا داعي لأن تتعصب مع على أحد أو أنك أنت تعادي أحد. أنت عليك أن تعرض الحق، فمن قبله بها ونعمت، ومن لم يقبله أعرض عنه ولا تعادي أحد. واترك الخلق للخالق، فإن الله خلق الجنة وخلق لها أهلها وخلق النار وخلق لها أهلها. فلا داعي للمعاندة ولا داعي للتشاتم ولا داعي للتخاصم، ولكن عليك فقط أن تدعو بالحكمة والعزة. فمن كان من أهل السعادة استجاب من أقرب طريق، ومن كان من أهل الشقاء لو جئته بكل آية لا يؤمن. فلا داعي للتشاتم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. التي أحسن هي التي يعني الجدال الذي لا يفضي إلى عداوة. يبقى المناقشة التي لا تفضي إلى عداوة هي دي الأحسن. أما المناقشة التي تفضي إلى العداوة والتقاطع والتدابر يبقى دي ليست بالتي أحسن، دي بالتي هي أسوأ. وجادلهم بالتي هي أحسن، أي مناقشات وجدال لا يفضي إلى عداوة أو تشاتم أو تباغض. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. يعني الذي هو في علم الله ضال لو جئته بكل آية مش هيستفيد، فما فيش داعي انك انت تضيع وقتك بمعاداته. وإذا كان في علم الله من أهل الهداية فهو سوف يهتدي من أقرب طريق. واضح؟ فما فيش داعي للتخاصم والتدابر. يلا يا سيدي. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، هذه الآية مدنية بالإجماع، لأنها نزلت بعد غزوة أحد عندما قتل سيدنا حمزة ومثل به، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لئن أقدرني الله منهم لأمثلن بسبعين منهم، بعدما فعلوا في عمه هذا الفعل. فنزلت هذه الآيات تطيبا لخاطر النبي وتوجيها له ولأمته من بعده. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وبعدين حسه على الصبر، والنبي اختار الصبر بعد ذلك، قال أصبر ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، فصبر صلى الله عليه وسلم. يبقى سورة النحل كلها مكية ما عدا الآيتين دول، الآيتين دول مدنيين نزلوا بعد غزوة أحد. وإن عاقبتم المعتدي عليكم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، والمثلية تقتضي التماثل في كل شيء، ولأن الإنسان لا يستطيع أن يضبط كل شيء في أثناء العقوبة، وبالتالي الصبر أوسع. افرض انت واحد ضربك بالقلم وانت عايز تضربه بالقلم، طب هو قوة ضربته غير قوة ضربتك؟ هتقدر انت تظبط قوة ضربته هي نفس قوة ضربتك؟ يمكن انت كفك اكبر منه شوي، تقوم تاخد انت مساحة من وجهه اكتر من المساحة اللي خدها من وجهك، يبقى انت كده تحولت من مظلوم الى ظالم، مش كده برضو؟ ويمكن هو لما ضربك كان ضربك بقوة معينة، جيت انت ضربته بغضب ضربته بقوة اقوى، يبقى برضه مش هتعرف تضبطها. ومش كده وبس، وكيف تضبط شعوره الداخلي واحساسه بالالم؟ ده كل انسان له احساس بالالم مختلف عن الاخر.
يعني اللي انت يألمك يمكن ما يألمش غير، يعني فينا واحد تدي له حقنه يبقى قاعد بيتنطط، وانت بتدي له واحد تاني تدي له حقنه وقاعد مبتسم ولا كانه اتحرك. احساسه بالالم غير احساس ده، كل واحد له احساس بالالم شكل اللي هو وجدانه بالالم نفسه. طب ازاي تضبط هذا كله وتخليه بالمثل؟ ما تعرفش. وكان لما قال لك بمثل كانه حسك على الصبر، لان المثليه يستحيل ايه ضبطه، التماثل يستحيل ضبطه الا في القتل بس، قتل ويقتل وانتهينا نهايه الحياه. لكن حتى بطريقه القتل يمكن قتل بطريقه فيها تعذيب والتاني اتقتل بطريقه ما فيهاش تعذيب، تختلف برضه حتى طرق القتل. وبالتالي كان الله لما قيد بالمثليه في العقوبه كانه بيقول لك ولن تستطع المثليه فاصبر احسن، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. فكلمة مثل دي معناه إيه؟ معناه إنه بيدفعك إلى ترك العقوبة والقصاص، إلى الصبر، واترك الله هو الذي يأخذ لك حقك. ولئن صبرتم، شوف، لهو خير للصابرين، خير من إنك أنت تقتص بنفسك لنفسك. الصبر أحسن وأوسع. وعشان كده كان أجدادنا يقولوا مثل، يقول إيه؟ يا بخت من بات مظلوم ولا بات إيه؟ ظالم. من معنى الآيات دي، جايبينها من معنى الآيات دي. لكن الأمريكان يقول لك تبات مظلوم ترضى بالظلم؟ لا، قوم، شعب يريد تغيير نظام، احرق بلدك. ده اللي بيعملوه. يبقى ده دين أمريكاني ما نعرفوش ده. إحنا ديننا دين صبر، ودين تسامح، ودين تفويض الأمر لله، لنترك الله هو الذي يحكم بين العباد. هو ده ديننا اللي احنا اتعلمناه من النبي. اللي كان دين التخاصم والتشاتم والفوضى والحكايه دي والقصاص القصاص القصاص دي، ما كل ما يقول لك القصاص يزيد القتلى، كل ما يقول لك القصاص يزيد الجرح، وبحر دم لا ينتهي. لكن الصبر يوقف بحر الدماء، ويوقف بحر الجرح، ويوقف القتل. احنا بنسمع بعض عائلات في الصعيد يقعدوا ياخدوا بالطار بالاربعين سنة، موت واحد يموتوا قدامه اربعين من العيلتين، ده يقتل ده يقولك لا بس ده التاني كان سنه اربعين سنة، ودول قتلوا لنا واحد سنه عشرين سنة لسه ما عاش زي التاني، يقتلوا واحد تاني عنده عشرين عشان عشرين وعشرين يبقوا اربعين. الله، يقوم التانيين يتغازوا اكتر، ولا اقتل لهم مش عارف ايه. طب ويفضلوا يتقاتلوا كده الى ما لا نهاية. يبقى القصاص يؤدي الى ايه؟ الى زيادة نهر الدماء. وعشان كده ربنا يقول ولئن صبرتم لهو خير من الصابرين. ليه؟ لان الصبر معناه الايمان بالغيب، والايمان بيوم القيامة، والايمان بان هناك منتقم جبار، وان الله بصير بعباده، وان الله يأخذ لك حقك. ففي ايمان وفي تفويض. عشان كده ولئن صبرتم لهو خير للصابرين في الدنيا وفي الاخرة. لهو خير للصابرين في الدنيا وخير للصابرين في الاخرة. يلا يا سيدي. واصبر وما صبرك الا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. واصبر وما صبرك الا بالله، يبقى الصبر الحقيقي ويكون بالله وليس بالنفس. تستعين بالله لتصبر، لان الصبر مخالف لطبيعه النفس. طبيعه النفس تريد ان تتشفى، تريد ان تاخذ حقها بيدها، تريد أن تعاقب من ظلمها، دي طبيعة النفس. فالقصاص يوافق طبع النفس، وكل ما وافق طبع النفس يكون أدنى من الذي يخالف طبع النفس. وبالتالي الصبر يكون أعلى، لأن الصبر فيه مجاهدة للنفس. وعلشان كده يقول له إيه؟ واصبر وما صبرك إلا بالله، أي مستعينا بالله وبتوفيق الله وبالإيمان به وبالرضا بحكمه. ولا تحزن عليهم، ما تحزنش على أهل الضلالة، فإنهم يستحقونها وهم الذين اختارونها. ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق، تكو بمعنى تكن بحذف النون، إيه؟ بحذف النون لكثرة الاستعمال، وكأن عامل النون معاملة حروف العلة. عمل النون بعمل الحروف علة. ليه؟ لأن كثيرا ما تخفى، وكثيرا ما تضغم، وكثيرا ما تقلب، فالنون تصبح حرف العلة لأنها ما لهاش ثبات. فعاملها في النطق معاملة حروف العلة اللي هي الواو والألف والياء، فحذفها
لكثرة الاستعمال، فقال فلا تكو هي ولا تكن. يبقى النون الساكنة تعامل معاملة حرف العلة، يمكن حذفها. كويس؟ فلا تكو ولا تكو في ضيق، وضيق وضيق بمعنى واحد. ضيق وضيق بمعنى واحد. ولا تكو في ضيق مما يمكرون. ومين اللي بيقول ضيق؟ ابن كثير المكي. ولا تكو في ضيق مما يمكرون، دي قراءة ابن كثير المكي. ولا تكو في ضيق مما يمكرون. يلا يا سيدي. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أيوة، يبقى الذي يتقي عقوبة الله والذي يطيع أمر الله والذي يأخذ بالعزائم ومخالفة النفس، يبقى الله معه، يعني ناصرا له معينا له. والذين مين؟ هم محسنون، الذين يواجهون السيئة بالحسن. فالله سبحانه وتعالى معهم بنصرته وولايته ورعايته وعنايته. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين.